دي جائزة كبرى. تستاهل. شكرا. الانتظارات هو انه الافلام المغربيه اللي مشاركه ان شاء الله تاخذ جائزه، لانها فعلا تستحق. الافلام بجوج رائعين، والانتظارات ديالي من المهرجان ككل سنه نشوفوا برمجه جميله ونديروا لقاءات جميله، وان شاء الله طول العمر لهذا المهرجان الرائع. كيفاش كانت الستيل ديال الطابيغوج اللي شفتيه؟ ما بيش. لا فعلا حنايا متضامنين بزاف مع القضيه الفلسطينيه، فهذا اضعف الايمان انه يمكننا نديروا هذا المهرجان بهذه الطريقه. كنهنئ الناس اللي جاتهم هذه الفكره، لان لقينا حل وسط باش نديروا المهرجان ديالنا، ولكن في نفس الوقت نكونوا متضامنين. بعد النسخه تنظن بان كاين افلام جيده، هذه الاولى غنشوفوا افلام جيده. هذه النسخه كذلك تمتاز بواحد الحياء، بواحد الحشمه ديال تنخمموا في الضحايا ديال الزلزال، ضحايا ديال غزه، ديال وهذا. تنظن بان التفاته جميله والتفاته جيده، بالاحترام مهرجان السينما العمل، ولكن الاحترام لجميع ما وقع في الان. حسن، كلمنا شويه على الجديد ديالك وعلى الفيلم ديالك. ما الجديد ديالي كاين جلال الدين هو الفيلم غادي يخرج للقاعات ان شاء الله في جونفي. دابا تيدور في العالم، كان في امريكا، في اوروبا، في افريقيا، والحمد لله غيدوز في اسيا كذلك. وتنظن بان الجمهور الرباطي شافوه، الجمهور الطنجاوي شافوه، الخريبكي شافوه، دابا باقي الدور ديال مراكش وديال الدار البيضاء وديال المغرب كله ان شاء الله في جونفي غادي يكون. فوالا المهرجان ديال مراكش السينما خصو يبقى وخصو يكمل، لان اهم سلاح ضد شكرا. دونك بالنسبه لي انا اهم حاجه ضد الكراهيه والحروب هي الفن والثقافه. وهنا حنا دابا في مراكش كنقولوا للعالم باننا حنا ان بوت ليكزومبل للعالم كله، لان ليكستريم دغوات الحق ذو الكراهيه كتخلي بان الناس ما كتبقاش تشوف بعضياتها كناس. اما الفن والثقافه هما اللي خلينا نشوفوا ونحسوا بان الناس راهم ناس وعندهم مهم. الشعب الفلسطيني خصنا نشوفوه كناس ونحبوه ونشوفوه في مقاش نشوفوه غير كي دي فيكتيم وفقط شعب اللي ما كيسوى والو، هو عنده ثقافه وحنا ديما معاه. كل عام كنجي بعمل سينمائي او لا بحضور كنكتشفوا افلام في المستوى. كاينه واحد لا سيليكسيون لهذا العام جيده ومميزه. هذا الشيء كيفاش نظموا هذا المهرجان؟ نظموه بواحد التنظيم اللي كيشرف المغاربه وكيشرف الاصول المغربيه والترابي والتعامل مع هذا الشيء اللي دايز في العالم. يعني حنا متضامنين، حنا كنديروه هذاك زعما غران بليزير ومن القلب. يعني كنشوفوا دابا زخم المهرجانات سواء الدوليه ولا الوطنيه، نظرا كممثله واش كتساعد انه تكون واحد التنافسيه، ان الواحد يصدر عمل او انه يقوم بدور؟ على ما كنظن انايا ماشي في هاد السؤال حتى لواحد اخرين، لان دابا دخلت لواحد الميدان. يلا ساليت الفيلم ديالي غير البارح وجيت للمهرجان، لان بالنسبه لي هذا الجوهر ديال السينما المغربيه، الجوهره. ساليت فيلم سينمائي لاول مره، كندير له لا كوبرودكسيون، عندي دور رئيسي. يعني وصلت واحد الخبره في الميدان اللي انا كنختار وكنخدم مع يعني وكنوجهوا هذا السينما لواحد الاتجاه. والفيلم ديالي ان شاء الله غادي يخرج لو 8 مارس. يعني كتعرفوا لو 8 مارس شنو هو؟ يعني الساعه اكيد يوم العملين. فوالا، اذا كل واحد كيدير لا غرين ديالته في هذا الميدان، وانا كنديرها بطريقتي بروفيسيونيل. وان شاء الله فوالا يمكن ندوز، رانا دز دابا الانتاج بوتيت شي نهار اخراج، ولكن نفضل بالنسبه نكون ممثله احسن. شكرا.